وبين لها الطريق ودلها على الخير وارشدها. فمن امتثل امر ربه سعد ونجا، ومن خالف ظلم نفسه واهلكها. فالله سبحانه هو الذي الهمها فجورها وتقواها، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. نحمده سبحانه حمد من اعترف بنعم ربه وشكرها، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده تثبت قلوبنا واقدامنا اذا زلزلت الارض زلزالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالحق، والجاهليه تنشر ضلالها وظلامها، فصار يبدد الظلمات عليه الصلاه والسلام ويجادل بالحكمه والحسنى حتى ضيق مجالها، وبدل شريعه الشرك بشريعه التوحيد، ورفع فوق الأرض لواءها صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين حافظوا على الملة من بعده وأرسوا قواعدها ووصلوا لراية لا إله إلا الله مشرق الأرض ومغربها. فما هزموا وما سقطت رايتهم لأن الله حاميها ومحصنها. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وسلك منهاجا قويما وسبيلا رشدا، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى واعتدى وحاد عن طريق السعداء، فلا يضر إلا نفسه ولا يضر أحدا، ولن تجد له بعد ذلك وليا مرشدا. ايها الاخوه المؤمنون، ايتها المؤمنات، يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمه، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانني. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى. ذلك الإنسان الذي قال فيه: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه. يتذكر هذا الإنسان عندما يموت وقد ضيع ابتلاه الله واختبره بالغنى واختبره بمختلف أنواع النعم، فما فعل شيئا وإنما قال فقط نطق وقال ربي أكرمني. والآخر الذي ضيقت عليه الدنيا وضيق عليه في الرزق وفي العافية وفي كذا وفي كذا، فصار ينضب ويشتكي إلى الناس لرب الناس فيقول ربي لم يعطيني وربي أهانني. لا هذا على صواب ولا هذا على صواب، إنما هي ابتلاءات وامتحانات يمتحن بها أهل الإيمان وأهل الصدق. امتحان وابتلاء، هذا الذي انعم الله عليه كان عليه ان يعطي من نعمه المختلفه، وهذا الذي ضيق الله عليه كان عليه ان يصبر وان يتقي الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. توام الحال من المحال، والزمان كالشاف كما يقال، والناس في تقلب من حال إلى حال، وساعة
تلك أيام يداول هذا الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين قرآن كريم. فالإنسان في تقدم مستمر تجري عليه أمور في يوم واحد كما قال أحد الحكماء 8 تجري على المرء دائما سرور وحزن واجتماع وفرقة وعذر ويسر ثم تقوم وعافية. أيها الأخ المسلم إن الحياة ملأى بالمصاعب وبالمتاعب ملأى بالخير وبالشر ولكن وكل الأحوال تنتهي بك في النهاية إلى آخر حال في هذه الدنيا الذي يخضع له كل مخلوق وهو الموت. تأمل في الوجود بعين فكرين ترى الدنيا الدنية كالخيال كل الكائنات غدا ستفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال. هذا يدعوك الخير وهذا والعياذ بالله في الشر والمنقلب إلى الله والملتقى غدا بين يدي الله في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فاجعلنا اللهم من أهل اليمين. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. والإنسان في حاجة إلى حصن حصين يلجأ إليه في شؤونه ليزيل به قلق النفس واضطرابها. ولو اجتمع الناس جميعا على أن يدفعوا عنك اضطراب النفس وقلقها ما استطاعوا ولو اجتمع الإنس والجن ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولو اجتمعوا على إعادة البهجة والهدوء للنفوس المضطربة لما استطاعوا وسوف لن يستطيعوا. ومن الذي يدفع عنك القلق؟ ومن الذي يدفع عنك الاضطرابات والهواجس والأوهام والأحزان والهموم؟ إنه الإيمان. إنه الإيمان بقضاء الله وقدره. لأن الإيمان يدفع النفس إلى التسليم بأن الأمور تجري بإذن الله وعلى عين الله. ما شاء الله كان ومن لم يشاء لم يكن. والمؤمل غيب ولا يعلم إلا الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. دع الأمور في مكاتبها ولا تبتن إلا خالي الباب ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. فالإيمان الحق هو سر الأمان وسر الأمن في النفوس يشيع فيها البهجة ويفيض عليها برد السكينة والرضا. والرضا وحده نعمة من النعم التي لا حصر لها ولا حد. قد تجد الإنسان منعم عليه بكثير من النعم وهو غير راض. وقد تجد الإنسان ضيقت عليه الدنيا وهو راض وقلبه مملوء بحب الله وقلبه مملوء بالرجاء في الفرج وبالرجاء في رحمة الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا اطمأن قلبك وارتاحت نفسك إلى قضاء الله وقدره في هذا الكون ارتاحت نفسك إلى أن المتصرف في الكون هو الله سبحانه عز وجل عشت مطمئنا ومت مطمئنا وبقيت في البرزخ مطمئنا ووقفت يوم القيامة بين يدي الله مطمئنا تنتظر النداء الرباني يا أيها
إرادية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لابن عمه يا غلام، وهو غلام صغير شاب، احفظ الله يحفظك تجده تجاهه، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، إذا توكلت فتوكل على الحي الذي لا يموت. لو اجتمع عليك أهل الأرض والسماء أو الجن والإنس أو كما قال عليه الصلاة والسلام على أن ينفعوك بشيء لم يفعلوا إلا بشيء كتبه الله لك، وإذا اجتمعوا على أن ينفعوك لم يفعلوا إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وطولت الصحف. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا غلام، يقول هذا الشاب. اطمئن إلى الله واتجه إلى الله، يتجه الله إليك سبحانه عز وجل ويعطيك ما تسأل. أما أن تلتفت إلى أن هناك من سينقذك من غير الله ومن سيقف معك من غير الله، نعم يرجى من التعاون وتعاون على البر والتقوى، ولكن المتوكل عليه واحد، والملتجأ إليه واحد، والمستند واحد، والمسند إليه الأمور كلها واحد سبحانه، هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد. ذاك استعنا لمخلوقنا على طبعه، فإن ذلك نقول لك بالدين. لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين، واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون كن فيكون. واستغرب الله عن دنيا الطغاة كما استغنى الطغاة بدنياهم عن الدين أو بإيمانك أيها الأخ المؤمن، ولا تهتم بما قد يصيبك من أقوال أو أفعال السفهاء الذين يريدون أن يطفئوا نور الله إما بأفواههم أو بأقلامهم أو بسلوكهم أو بأموالهم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إيمانك غير مصحوب بظلم يجعلك تعيش آمنا، قد اتخذت طريق الهدى إلى الله سبحانه وتعالى وجل. إيمان، عندما نقول الإيمان الحق الذي يكون في قلب المريد المسلم لم يرض مهد، هذا هو الإيمان الحق. عندما يكون عندك هذا الإيمان اسمع إلى مولاك وهو يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. هل يعدل الأمن والأمانة والسلم والسلامة في الدنيا لأنهم آمنوا ولم يظلموا أحد؟ أما أن يقول هو مؤمن وهو يظلم فلينتظر الضرار وينتظر الحرام وينتظر العقاب من عند الله عليه أن يتوب وأن يعجل بالتوبة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولقد صدق من قال: عجبت لمن يخاف من مكر الناس. عجبت، تعجبت من هذا الذي يقول الناس قد يعملون يخاف من الناس ومن المكر ومن الكيد. علاش ما يقراش قول الله تبارك وتعالى: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وعلاش هذه الذات أن الله أعقبها بقوله: فوقاه الله سيئات ما مكروا. قول فرعون وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فوقد أمرك لله يبعدك الله ويبعد عنك الماكرين والكائدين. هذا العالم يقول: عجبت لك، تعجب الواحد يخاف من الناس وما يقراش هذه الآية، يخاف من مكر الناس، كيف لا يقرأ قول الله وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
نعمه من الله وفضله لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. وعجبت لمن امتلأ قلبه بالهم والحزن وصار يفكر بعيدا ووقع له اكتئاب ووقع له حزن واسى في القلب، كيف لا يرجع الى قول الله تبارك وتعالى: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وعلى شهد بالذات لان الله اعقبها بقوله: من لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، جاء بعدها قوله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. هذا بالنسبه لنبي الله يونس، ولكن بعدها قال: وكذلك ينجي المؤمنين. كل مؤمن وقع في الهم والغم ويونس في ظلمه البحر وفي قلب الحوت وفي بطن السمك، والهمه الله ووجهه الى هذه الايه: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يعني سبحانه يمشي مع الله، ولهذا تراني الان في بطن الحوت في قلب البحر، ولكنني لا زلت اتنفس ولا زلت اتكلم، فارجع اليك يا ربي: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. والايات كثيره في القران: فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وانبتنا عليه شجره من يقطين، وارسلناه الى 100,000 او يزيدون. توكل على الحي الذي لا يموت، ارجع الى مولاك، قوي ايمانك بالتقوى.